التقى معالي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتية الرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، التقى بوفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين. جاء ذلك خلال استقباله الوفود العربية المشاركة في الملتقى الكشفي للشباب تمكين الذي يعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 7 وحتى 12 من مايو الجاري. ورحب الغانم في كلمة له خلال الاستقبال بالوفود المشاركة، مؤكدا أهمية التجمع الكشفي للبرلمانيين حول كل ما يوحد الصفوف في هذه المرحلة لتعزيز الصف العربي، مبينا أن التفاهم والتوافق هو أكبر وأهم سلاح لمواجهة التحديات التي نواجهها مجتمعين. وأعرب الغانم عن سعادته بالتعاون بين الحركة الكشفية والمعهد العربي للتخطيط، مؤكدا أهمية الاتفاقية لإقامة دورات تدريبية لتأهيل وتدريب الشباب العربي، لافتا إلى أن الحركة الكشفية إحدى الطرق والوسائل والسبل الرئيسية والمؤثرة لتأهيل النشء وتحضيره لمواجهة التحديات في المستقبل والتغلب عليها.